بما انه وصل الدور على جناب المخيم عندنا اضطريت اطلع عيلتي لبرات المخيم وانا اضل اشوف شغلي اشوف رزقي غيروا النارين نحن بين انه انت تطلع بين انه خايف على عيلتك احب الناس اليك كمان بتخاف عليهم اولادك امك اختك بعد ما صارت الحرب والناس تلعب خف الشغل عندي كنت اشغل انا باليوم 3-4 طبخات او 5 طبخات هسه لا عم بعمل يدوب طبخه او طبخه وشوي يعني بسبب النزوح اغلب العالم هون يعني في ناس كثير راحت على سوريا ناس طلعت على طرابلس على طريق جديد اللي له بالجبل فتلقائيا الشغل راح يخف من ناحيه الخوف خوف كثير على مرتي على اولادي على يلي بالمخيم طبعا كمان كلهم يعني كلها ارواح هي بالنهايه بعدين هون اي ضربه اذا نزلت بقلب المخيم تعتبر المخيم كله نزل يعني تصور انا طلعت من يومين عم ساوي السطح يمكن من الضرب عم تهر اللبن من على السطح عم يوقع فكرت حدا ضربني بحجر والقران عم بجيب دواء عشان انام ما عم بنام الخوف بعد هي صوت الضربة بعد براسي ما عم تروح شاله بعدها وكل ما بطلع على البيت مثلا بدي اشتغل او شيء عم بكون برواق بخاف بحس انه هاي اذا ضربت كمان شو بتضرب لا اذا بتقفل المخيم كان مليان عالم كان في عجقه كان في ضجه اليوم ما سامعين غير الزنانه بنسمعها بوضوح كمان من قله العالم